اليوم غادي نعاود لكم واحد القصة حقيقية وقعت لي شخصية. قررت نشري واحد المجموعة من طيور الكناري الجميلة، ولكن كاد أن ينصب علي حرفيا. العبرة من القصة أن تنتبهوا، تعطيكم الخطوات اللي خصكم تتبعوها من تجيو تشريو الطائر الكناري باش ما توقعوش في مجموعه من الاخطاء اللي كيوقعوا فيها اغلب الناس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع، مرحبا بكم كاملين، نتمنى تكونوا في صحه جيده، تمو الاهل ديالكم والطيور ديالكم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم ندخلوا في المقطع كالعاده، شكرا لكم جزيلا على اللايك، الاعجاب الفيديوهات، التعاليق ديالكم الجميله والمحفزه، وعلى مشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء. أنا عندي فترة طويلة وأنا كنفتش وكنبحث على طيور الكناري من نوع ريد فاكتور أو الكناري الأحمر، ولكن اللي كنلقى كنلقى مستويات يعني ماشي حتى الليل، يعني داكشي اللي كنلقى ماشي هو اللي كيعجبني. وفهاد الفترة هذه لقيت واحد المنشور في منصة من المنصات، غادي نخلي لكم الصورة هنايا وتشوفوا. كما كتشوفوا هنايا واحد الشخص كيف كيقلب حتى هو على الكناري الاحمر، غادي يرد عليه في التعاليق واحد الشخص اخر بواحد الصوره لافته اللي كتبين عدد كبير من الكناري الاحمر في قفص، وكاين واحد القفص اخر كبير وحتى هو في عدد كبير من الكناري الاحمر. وقلت هذه هي الفرصه، والاخ او الشخص اللي عمل هذا التعليق كيقول موجود، يعني عنده هذه المجموعه الكبيره من طيور الكناري الاحمر. فرحت وتواصلت مع ذاك الشخص. بمجرد ما تواصلت مع ذاك الشخص، انا غادي نغطي الاسماء وهذا باش ما يكونش مشاكل. المهم هي القصه غير باش تاخذوا الحيطه والحذر في الوقت اللي تجيو تشريو وفي الوقت اللي تواصلوا مع الناس، خصوصا الشراء من هاد المنصة. هذه راهي معروفة فرا فيها النصب الكثير. المهم تواصلت مع ذاك الشخص، قلت له كيخصني نقتني مجموعة من الطيور من عندك، بعث لي صور او فيديوهات يعني تكون واضحة، لان ديك الصورة ما واضحاش. وقلت له اعطيني الاثمنة ديال الازواج، الاثمنة ديال الذكور وحدها، الاثمنة ديال الاناث وحدها. الجواب ديال الشخص كان انه باع الطيور كلها. كيف يعقل هذا العدد الكبير ديال الطيور يتباع في نفس اليوم، يعني في ساعات يتباع هذا العدد الكبير من الطيور؟ وحنا كنعرفوا هذه المنصه فراغ المنشورات، يعني المنشور اللي كيعمل واحد الشخص في واحد المدينه راه كيشوفوا واحد الشخص في مدينه اخرى كتبعد مئات الكيلومترات باش يوصل له ويتفق معاه او يبعث له الفلوس او يعني الى اخره. فراه هادشي راه كيدي وقت، فراه من المستحيل غادي يتباعوا في بعض بضع ساعات. المهم قال لي راه هما تباعوا، ولكن بقى لي غير هاد الزوج هذا. هو يبعث لي واحد الصوره ديال زوج من الكناري البلدي موضوعين في واحد القفص اللي هو مستحيل يكون صاحب العدد الكبير من الكناري الاحمر، ان هذاك القفص ما كيصلحش لتزاوج الكناري. حط فيه زوجين يعني ذكر وانثى، وعمل لهم العش في ذاك القفص. هذاك القفص راه اصلا ما كيصلحش للتزاوج، كيعطي واحد العديد من المشاكل. وبدا كيسولني منين انت، هذا بغى يدخل معايا في التفاصيل. انا بمجرد ما بعث لي ذاك الصوره قال لي راه تباعو، عرفت بان الشخص راه هو كيكذب. فمن هنايا غادي تشوفوا ديك التعاليق، راه هو اتصل او تواصل مع داك الشخص الاول اللي صاحب المنشور، والله اعلم شنو دار بيناتهم. انا ما بغيتش نتواصل مع داك الشخص ونعرف الحيثيات ديال التواصل ديالهم والنتيجه ديالو، ولكن عرفت بان هذا الشخص راه كيكذب وراه كيحاول ينصب على الناس. المهم هو بقى كيسولني، انا ما بقيتش كنجاوبو، صافي خليته يعني بعث واحد بضعة رسائل وما جاوبتوش. العبرة من هنايا اخواني، هنايا راه كاين ناس العديد، كاين انا غادي نقول لكم الاشكال ديال الناس والاشخاص اللي موجودين، وكل واحد طريقة ديال النصب ديالو. كاين اللي كيعمل لك هاد
يعني هذه الصوره بحال هكذا، هذه المجموعه من الطيور وراه هو عنده، وممكن يحط لك حتى الثمن ويعطي واحد الثمن اللي هو رخيص جدا، مثلا 80 درهم او 70 درهم او 100 درهم، اللي هو ماشي الثمن ديال هاد الطيور. هذه طيور في هذا المستوى، هذا ماشي مستوى عالي، ولكن هاد الطفره هذه فرها بقى شد الثمن ديالها، والثمن ديالها راه اعلى من هذا. يعني كيعطي واحد الثمن رخيص، والناس اللي ما كتعرفش كتواصل معاهم وكيقول له بعث لي يعني شوف شنو بغيتي اختار، كيقول له ولا كيقول له بغيت زوج من الكناري، كيقول له متفقين، غادي تجيك قد وقد. الشخص كيبعث الفلوس، كيقول له سرد لي الفلوس، ملي كيسرد له الفلوس كتقطع الاتصال، كيبقى الاخ اللي بغى يشري بقى يتواصل مع داك الشخص، داك الشخص ما كيبقاش يرد عليه. كاين نوع اخر كتفق معاه كتسرد له الفلوس، وبمجرد ما كتوصلك الطلبيه عامرة يعني كيكون فيها اوراق او كيكون فيها احجار، او يعني كاين بزاف ديال القصص راه حقيقيه وواقعيه، راه اذا قلبتوا في الفيديوهات على المنصه في اليوتيوب راه غادي تلقاو الناس تعرضوا للنصب بهذه الطريقه هذه. فلذلك انا اصلا قررت، يعني انا تواصلت مع هذا الشخص على اساس انه من نفس المدينه، حيت المجموعه اللي دخلت وفيها هذا المنشور في نفس المدينه، وانا ما كنشريش يعني بهذه الطريقه هذه، يعني مستحيل نشري من عند شي شخص الا اذا كان يعني شخص موثوق به، يعني معروف على الصعيد الوطني، كيكون كاين اشخاص ثقه ما كنعرفوهمش شخصيا ولكن هما ثقه، يعني ممكن تشري من عنده وعينك مغمضين. علاش؟ حيت عنده واحد السمعه كبيره على الصعيد الوطني، راه ماشي غادي يجي باش ينصب عليك ف 400 او 800 او 2000 درهم، هو راه كيتعامل مع مئات الاشخاص. المهم هذه هي القصه، وهنايا انا بغيت ننصحكم، يعني دائما ملي تبغيو تشريو خصوصا من هاد المنصات هادو، شوفوا دائما تكون من نفس المدينه ديالكم. نفس المدينه كتمشي كتشوف الطيور في يدك، وكتشوف تحاول تعمل هاد الطريقه هادي، تراقب الطير في القفص واش كيتحرك، يعني تكون فيه واحد الحيويه والنشاط، تشوف البراز ديال الطائر ما يكونش فيه اسهال، ما يكونش واحد اللون اللي هو ماشي طبيعي، مثلا اللون الاخضر، او يكون يعني قطرات من الدم في البراز، فراه هذه كتدل على امراض خطيره كتكون في الكناري. ممكن يكون الكناري كيتحرك ولكن يكون مصاب بمرض من الامراض اللي كتصيب الكناري، وهذا المرض كيبقى مع الكناري ممكن يبقى معاه شهور، ومن بعد انت راه ما غادي تحرف لك باش تعالج هذاك الطائر، خصوصا اذا كنتي مبتدئ. فانا قلنا من نفس المدينه وكتمشي، ومن الاحسن تشري من عند شي شخص يعني موثوق يعني معروف، او من عند محل كتمشي المحل، راك يوقع شي حاجه كترجع من عند المحل، هذا ها شنو راه هذه كيبدل لك الطائر. واذا غتشري من عند شي شخص في مدينه اخرى، مثلا اذا كنتي في مدينه كتبعد عليك مثلا واحد 300 كيلومتر ولا 400 ولا 500 ولا اكثر، في هذه الفتره هذه من الاحسن ما تشريش، يعني اصلا هذه الفتره هذه راه الطيور كاينه في تغيير الريش، من الاحسن ما تشريش الطيور، وخصوصا درجات الحراره مرتفعه اللي غادي يجي يسرد لك الطيور، فراه الساعات راه في الطريق، راه ممكن هاد الطيور ما توصلش في صحه جيده، او توصل يعني ممكن توصل في واحد الحاله اللي هي صعيبه. احسن وقت لشراء طيور الكناري هي فتره الراحه، ملي كيخرجوا من تغيير الريش، فهذيك الفتره هذيك ديال الراحه هذيك هي الوقت المناسب، كتشري في ذاك الوقت هذاك، كتبدا تخدم مع الطيور، كتبدا تجهز فيها، كتبدا تعطي لهم المكملات وتهلا فيهم بواحد النظام غذائي اللي كيكون متوازن متكامل اللي كنقولوا دائما، وكيوصلوا معاك الموسم التزاوج في صحه جيده، وكيكون عندك واحد الموسم حافل بالانتاج الكبير. وغادي نعمل لكم في القريب العاجل، لان كاين مجموعه من الاخوان تواصلوا معايا وطلبوا مني نعمل لكم مقطع حول اثمنه طيور الكناري في هذا الوقت هذا، غادي نعملوا واحد الزياره من واحد الصديق للمحل ديالو، ونصوروا الطيور الموجوده عنده، طيور الكناري وطيور اخرى. ولكن حنايا الاهم عندنا وغالبيه الاخوان
عنا كيهمهم طيور الكناري، ولكن باش الانسان ياخذ واحد الفكره عامه ونشوفوا الطيور الموجوده عند الصادق ونشوفوا الاثمنه ديالها، وغادي نهضروا على معلومات حول طريقه الشراء، كيفاش تشري طائر الكناري، كيفاش تشوفوا، كيفاش تقلبوا باش ما تطيحش في المشاكل. اخواني كان هذا الموضوع ديال اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش لايك الفيديو، تعاليق ديالكم الجميله والمحفزه، اشتراك اذا ما كنتيش مشترك، ونتمنى نشوفكم في صحه جيده في مقطع قادم ان شاء الله. اخواني السلام.